طب ونحب نعرف من حضرتك يا دكتور أهم الأسباب العضوية اللي تؤدي إلى الضعف الجنسي. الأسباب العضوية بتنقسم إلى حاجات كتير جدا، من أشهرها الخلل الهرموني اللي ممكن يكون موجود في هرمونات الغدة النخامية اللي هو هرمون الـ FSH والـ LH. الهرمونات دي بتؤدي إلى تقليل إفراز هرمون التستوستيرون اللي هو المفروض مسؤول عن الحالة الجنسية أو الرغبة الجنسية. الفيديو اللي معانا بيوضح إن مشاكل الضعف الجنسي بتزيد مع تقدم العمر. كتير جدا الامراض العصبيه او الامراض اللي موجوده في الاوعيه الدمويه زي مرض ضعف تدفق الدم في الشريان، ده من اشهر الحاجات اللي ممكن تؤدي الى الضعف الجنسي. تصلب الشرايين، انسداد الشرايين في بعض الامراض، في ناس كتير جدا بيعاني من المشكله دي فبيؤدي الى ضعف تدفق الدم في الاجسام الكافيه. السكر طبعا من ضمن الاشكال او من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنهملها، وبالتالي بتؤدي بعد كده الى مضاعفات كتير جدا. الضغط وتصلب والمشاكل الهرمونيه زي ما قلنا، العادات الغذائيه السيئه وارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم، كل دي حاجات ممكن تؤدي بعد كده الى الضعف الجنسي او ضعف الانتصاب. مش شرط ان هو يكون ضعف جنسي بالشكل العام، ولكن على الاقل ممكن تعمل حاجه اسمها انتصاب غير كامل. بالظبط. ممكن من ضمن الحاجات المهمة جدا التسرب الوريدي، ودي مشكلة بتواجه ناس كتير او رجال كتير جدا، ان المفروض الدم بيتحبس في الدورة الدموية ولكن مع التسرب الوريدي بيرجع الدم تاني فلا تكتمل عملية الانتصاب. من ضمن الناس او من اشهر الشكوى اللي ممكن يشتكوا منها الرجال في الموضوع ده ان هو عنده انتصاب قوي جدا ولكن سرعان ما يختفي، عنده انتصاب لا يمكنه من اتمام العملية الجنسية بشكل ناجح، فبالتالي بيبقى عنده مشكلة نفسية اكتر من المشكلة العضوية كمان، ان هو بيوصل لعملية الانتصاب ولكن ما بيقدرش ان هو يكمل. يجي يقول لك يا دكتور انا اثناء الجماع ممكن يختفي الانتصاب، انا قبل عملية الجماع ما تتم ممكن الانتصاب يختفي. يعني ممكن يا دكتور المريض يبقى بيعاني من سبب عضوي وسبب نفسي في نفس الوقت. ما هو السبب العضوي ممكن يؤدي الى مشاكل نفسية بعد كده. حضرتك لك ان تتخيلي ان هو عنده، هو بيحصل له انتصاب ولكن ما بيقدرش ان هو يكمل العمليه الجنسيه، فبيتاثر نفسيا. بالظبط، فبيتاثر نفسيا بشكل كبير. ده بالنسبه للاسباب العضويه باختصار زي ما قلناها، والاسباب النفسيه ممكن تكون موجوده مع الاسباب العضويه كذلك. تمام.